مشاهدينا الكرام، مساعد مساء، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. بداية، أشرف أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مراسم المقابلة النهائية لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم في طبعتها 51 بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون بالناحية العسكرية الأولى بالقاعة الشرفية للمركب الرياضي العسكري وبحضور أعضاء من الحكومة ومستشارين برئاسة الجمهورية إلى جانب مديرين ورؤساء مصالح مركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. تابع السيد الرئيس عرضا شاملا حول الرياضات العسكرية قدمه العميد رئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، ليتابع بعدها الحضور فيلما قصيرا حول مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ونتائج الرياضيين العسكريين المتألقين خلال هذا الموسم الرياضي من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال. وبهذه المناسبة نوه السيد الرئيس بالنخبة الرياضية الوطنية العسكرية والمدنية متمنيا لهم تحقيق المزيد من الانتصارات والنتائج الإيجابية تشريفا للراية الوطنية ومثنيا على النخبة الرياضية العسكرية التي كانت دوما في مستوى التطلعات. نتيجة صائبة دفع بالنخب الرياضية المنتخب الوطني العسكري لكرة البدن الجيد. أنا أتمنى إن شاء الله باش النخبة الرياضية تاعنا كانت عسكرية أو مدنية ترفع الراية. فيه رياضيين قويين في الملاكمة، فيه رياضيين قويين في الماراثون. بالمناسبة هذه أولا باش نقدم مرة أخرى كل الشكر يعني والامتنان للرياضة العسكرية على انضباطها وعلى النتائج تاعها، عمرها ولا خيبت ودائما كانت ما بين الأوائل. سوى الجمهورية أشرف بعد ذلك على مراسم انطلاق المقابلة النهائية التي جمعت فريقي قيادة القوات البرية والناحية العسكرية الأولى، وتابع أطوار المقابلة التي انتهت بالتعادل السلبي قبل أن تبتسم ضربة الترجيح لفريق الناحية العسكرية الأولى بنتيجة 5-4. ليشرف السيد الرئيس بعد ذلك على مراسم التتويج وتسليم الميداليات وكأس الجمهورية لفريق الناحية العسكرية الأولى. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون أشرف بالقاعة الشرفية لمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية على تكريم ثلة من رياضيي النخبة العسكريين الذين أبانوا عن احترافية عالية وأداء مميز وحققوا نتائج إيجابية في مختلف الاختصاصات الرياضية واعتلوا منصات التتويج ورفعوا الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية. بعدها أخذ السيد رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع النخبة الرياضية العسكرية التي تم تكريمها. وفي ختام الفعاليات الطبعة 51 لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم، وقع السيد الرئيس على السجل الذهبي لمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية. ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من العروض القطاعية المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الفضيل، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ تدابير التضامن الوطني وتموين وتنظيم السوق ووفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب التسيير العقلاني للموارد المائية وشروط النظافة وحسن سير مختلف المرافق والخدمة العمومية. كما
استمعت الحكومة إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية لإنتاج وتخزين الوقود في إطار الأمن الطاقوي الرامية إلى ضمان الاستغلال الأمثل لقدرات التكرير وتطويرها والاستجابة بصفة استباقية للطلب المتزايد على هذه المادة، فضلا عن تنويع الصادرات، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء في 7 جانفي الجاري. واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية الكفيلة بمواجهة التحديات المناخية في مختلف أبعادها المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من انعكاساتها. وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنفيذ مشاريع تندرج في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر الذي أقره رئيس الجمهورية في مجال الأمن المائي. في التعاون استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر كريستين رزامانا هسوا. اللقاء شكل سانحة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. اختتمت أمس أشغال الدورة الأولى لاجتماع اللجنة المشتركة لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية التي أفضت لاعتماد ورقة طريق تتضمن جملة من المشاريع، من أهمها إنشاء منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر والتدخل للحد من حرائق الغابات، كما تمت دراسة مشروع استحداث شركة تونسية جزائرية للمعارض تسهر على تنظيم عدد من المعارض سنويا على مستوى الولايات الحدودية. في التعاون الجزائري الصيني وعلى هامش ترأسه لأشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، التقى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي بنظيره الصيني ني هونغ. اللقاء شكل سانحة لتقييم النشاطات السابقة بين طرفين، حيث تطرق الوزيران إلى مختلف المواضيع التي تمت مناقشتها من قبل المختصين في أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الصينية. واتفق الطرفان على مرافقة أهل الاختصاص من قطاع السكن الصيني للمشاريع المتفق عليها، لا سيما مشروع المدينتين الجديدتين قيد الإنجاز ببوكزول والمنيعة، بالإضافة إلى مرافقة الخبراء الصينيين لنظرائهم الجزائريين بهدف تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل. كما قدمت لوزير السكن شروحات حول التكنولوجيا المنتهجة في بناء وتهيئة المدينة الجديدة الصينية سيون آن، إضافة إلى شروحات متعلقة بالطرق الحديثة المستعملة في المجال الزراعي بأكاديمية الفلاحة والغابات وإمكانية تكوين إطارات جزائرية في المجال. تربويا، تعلم وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين المتمدرسين والأحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024 أنه سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ابتداء من يوم غد الخميس الفاتح من فبراير إلى غاية 15 من الشهر نفسه، قصد تمكين المترشحين من الاطلاع والتأكد من صحة البيانات المحجوزة عبر الروابط الظاهرة على الشاشة الخاصة بالامتحانين، إضافة إلى رابط فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية للمترشحين المتمدرسين. وفي حال تسجيل أي خطأ فإنه يتعين على المترشحين المتمدرسين إبلاغ مديري المؤسسة التعليمية بالخطأ المسجل قبل تاريخ 15 فبراير الداخل. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فيتعين عليه إبلاغ مديرية التربية المسجلين بها أو المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد المنتسبين إليه حسب الحالة بالخطأ المسجل قبل تاريخ 19 فبراير الداخل كآخر أجل.
في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، يعقد مجلس الأمن الدولي بعد قليل جلسة طارئة بطلب من الجزائر لمناقشة الأوضاع بغزة في ظل التدابير الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، التي أمرت الجمعية أو الجمعة الماضية الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. هذا واعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الغاشم للمحتل الصهيوني. ويأتي تصويت أعضاء مجلس الأمن على البيان في إطار مساعي الجزائر الدائمة والمتواصلة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 جانفي الجاري عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات مختلفة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية 57 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 12 قنطارا و57 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 211,883 قرصا مهلوسا. وبكل من تمنرست وبرج باجي مختار وإن صالح وجانيت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 95 شخصا وضبطت 33 مركبة و186 مولدا كهربائيا و144 مطرقة ضغط و40 قنطارا من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 36 شخصا آخر وضبط 8 بنادق صيد وكميات ضخمة من الذخيرة في مختلف العيارات، وكذا 22,113 لترا من الوقود و168 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و175 قنطارا من النفايات النحاسية، و26 قنطارا من مادة التبغ، و345,758 وحدة من الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية، وأنقذوا 231 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 569 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. في كرة القدم، وتسوية لرزنامة الرابطة المحترفة، تلعب اليوم مباريات متأخرة عن الجولة 9 بين اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة بملعب 5 جويليا الأولمبي، والتي يمكنكم متابعتها مباشرة على قناة الويب سبور للتلفزيون الجزائري في الساعة 7 مساء. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى الختام، ألقاكم على رأس الساعة.